يا ناحية الحارس بوسوف، لا الدفاع يسبق، وكرة قوية هيلة، كانت تسديدة قوية جدا والحارس بوسوف كان وراها، لكن كرة ثابتة لو يستغلها تستغلها الفرق هي نصف هدف. طبعا الكرة الثابتة خاصة والانطلاقة لصالح فريق شباب بلوزداد داخل منطقة العمليات. قوية سيدي بي ضيع، سيدي بي ضيع، ضيع فرصة من ذهب في طبعا تهديف في قسمي، يقتنص هذه الكرة ثم ترجع لفريق نصر حسين القاسمي، يمد كرة ومزيان، مزيان كان رائع في هذه الكرة، انطلاقة لفريق شباب بلوزداد، محاولة في خطأ، والهدف الأول لصالح فريق شباب بلوزداد، هدف رائع في الدقيقة 33 من جرار، يسجل الهدف الأول، جرار يسجل الهدف الأول بعد خطأ في المراقبة من فريق نصر حسين داي، وانطلاقة سريعة جدا يمدها الكرة، ربما كان فيه خطأ، كان الحكم راح يعلن على خطأ، ولكن خلى اللعبة تراك مبدأ الأفضلية، خلى الأفضلية، وفعلا الأفضلية أسفرت بهدف لصالح فريق شباب بلوزداد عن طريق جرار في الدقيقة 33. نصر حسين داي ثم النصرية على الجهة اليسرى تدخل منطقة العمليات، إبراهيمي كاد يسجل لولا عودة الحارس اللي كان فقد التوازن تاعه، ولكن مزيان كان ممتاز. غريبي بناحية للنصرية، هذه الكرة محاولة بعيدة، هذه المحاولة شوف كانت لقطة سريعة جدا وتسديدة، ولكن تسديدة خارج الإطار، واللعب هذا شتال طويلة، والهدف الثاني لا يخرجها ضربة جزاء لصالح شباب بلوزداد، ضربة جزاء والبطاقة الحمراء لعلاتي، نعم لمسة يد خرجها في مكان الحارس شتال ويسجل هدف ثاني لفريق شباب بلوزداد، وتهتز مدرجات ملعب 5 جويلية على وقع هدف شتال، كل يعني موضوعية. يقول محاولة العارضة تنقذ مرمى الحارس مزيان، وحظه هذا من المواكي دادي. الحكم يعلن عن نهاية المقابلة بتفوق شباب بلوزداد بهدفين مقابل صفر، نذكر أن الهدف الأول كان من جرار في الدقيقة. أي رسالة قوية